حياكم الله مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم. ناخذكم اليوم في جوله مختلفه لنكتشف جمال صلاله عن طريق فريق نزوة بايكرز. هذا الفريق الجميل الذي جاء من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركه للتعرف على جماليات محافظه ظفر. تابعونا في هذه الجوله الرائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ياكم اخوكم سيد بن حشر. طول عمرك والله، الاماكن كل سنه احلى من سنه. احنا هاي الحين ثالث سنه نجي في الشباب هذيلا، وبيض الله وجوههم ما يقصرون. في اختلاف يعني في الاماكن، التجمعات، اماكن الاستفهام، الاحداث، الاماكن اللي يسرون لها، فما شاء الله صار له عوده، فتيز الاماكن اللي تحط فيها. نحن ما شاء الله السنه كملنا اسبوع، حين جينا قبلهم بيومين وبنصير بعدهم بيومين وبعدين نحط يعني، بس الحمد لله رب العالمين، بيض الله وجوههم ما يقصرون. الله، أجواء جميلة ورائعة ومميزة. لازلنا مشاهدينا نتجول لاكتشاف جمال صلالة، نتعرف في هذه الوقفة على مشاعر المشاركين في هذه الجولة. أحمد بن سالم بن حمد الإسماعيلي، رئيس فريق نزوة بايكرز المنسق العام. أحمد، حدثنا عن هذه الرحلة والجولة اللي شهدتوها خلال هذه الفترة في صلالة. طبعا بالنسبة لهذه الفعالية اللي هي فعالية اكتشف جمال صلالة بنسختها الثالثة، الفكرة من إقامة هذه الفعالية الترويج للسلطنة في من المقومات السياحية وفي المجال السياحي والاقتصادي والثقافي للبلاد. فإحنا نقيم هذه الفعالية نستقلب العديد من المشاركين من مختلف الدول، سواء من دول الخليج أو الدول العربية أو الدول الأوروبية. علي الشايب من السعودية، من الأحساء. حياك الله علي، خبرنا عن جولتكم واستمتاعكم بالمناظر الجمالية لاكتشاف جمال صلالة. طبعا شهادتنا مجروحة في جمال صلالة، وخصوصا أنا يعني أنا الثالث سنة أشارك مع الشباب في رحلة اكتشف جمال صلالة، وخامس سنة كرحلة حرة بالنسبة لي. فجمال صلالة يعني جمال أخاذ. أحمد المنصوري من الإمارات. ياك أخوي أحمد، خبرنا عن جو الرحلة معكم. والله ما توقعنا هالجو الزين وهالمنطقة الحلوة وهالضيافة الممتازة وأجواء ما كنا نتوقعها صراحة. أنا أعتبر صلالة أوروبا الخليج. إذن هنا في عين صحنوت كانت نهاية جولتنا في هذه الرحلة التي استطعنا من خلالها أن نعيش أجواء الدراجين لاكتشاف جمال صلالة. نستودعكم الله، وفي جولة قادمة بإذن الله تعالى. مع السلامة.